حول ولا قوة إلا بالله. خلاص بقى عايز، خلاص بقى. طب والله العظيم صعبت عليا، ما هنش عليا صحيك من النوم وانا شايفك مهدودة من التعب طول اليوم ونمتي. الا صعبت عليك؟ انا لو كنت صعبت عليك كنت حسيت بيا. وايه نايمة دي؟ ايه نايمة دي وانا بنام؟ انا عيني بس هي اللي بتنام، لكن عقلي بيفضل مفجل كده يفكر في الحنين، الحنين اللي ربنا عوضني بيه عن ابويا اللي سابني ومات، واخويا، اخويا اللي سابني وسافر لوحدي. انا ماليش حد، والله ما ليا حد. الله يسامحك يا منعم، الله يسامحك. ولو ان المفروض ان انا ازعل من الكلام ده، وازعل قوي كمان، بس مش هزعل. راح اعديها لك عايده، عشان عارف ان الكلام اللي بتقوليه ده من ورا قلبك، وانك بتلفطي اي حاجه في ساعه غضب. ابوكي واخوكي دول سابوكي ببيت راجل، راجل حبك وقدرك وشالك على كفوف الراحه طول العمر في عشره العمر. ايه اللي بالايه بقى يا اخويا؟ ايه اللي بالايه؟ واعمل نفسك انت اللي زعلان وانت اللي ابتديت وزعلتني. انا مش هصالح حد. يعني لا انا هزعل منك ولا انت تزعلي مني، ولا صالحك ولا تصالحيني. واذا كان على سيف يا ستي بكره هيتكلم. بجد هيتكلم الصبح ان شاء الله. وتكلمي يا رب. خلاص بقى، خلاص يا رب. نهدى بقى عادي، يلا عشان خاطر كده روقي. صلى على النبي. لسه توصل، لسه توصل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.